عبوس الوجه وغياب الابتسامة، السيناريو المتعود عليه لدى غالبية موظفي الاستقبال في الفنادق الجزائرية. فتشجيع السياحة واستقطاب السياح مهمة صعبة في ظل غياب تكوين مخصص لهؤلاء. مؤخرا أمضينا اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة السياحة، وهذا لإعطاء ديناميكية جديدة تسمح من توفير مناصب تكوين ومناصب عمل في إطار التبادل بين القطاعين، وتسهيل الأمور لصالح الشباب الجزائري الذي يكون في هذا المجال. هنا في هذا المعهد تبرم الفنادق اتفاقياتها لتكوين موظفيها، أين يعكف الأساتذة على تعليم الطلبة كل تفاصيل وتقنيات التعامل مع السائح. Comme vous savez tous, la restauration est une prestation de service. Donc la mission principale d'un restaurateur est de satisfaire les besoins de la clientèle et de répondre à ses attentes. Donc pour cela, et pour une prestation de qualité, un restaurateur doit posséder un profil adéquat pour atteindre l'objectif. Donc le profil d'un restaurateur se compose de quatre qualités essentielles qui sont les qualités physiques, qualité morale, qualité intellectuelle et qualité professionnelle. النظافة، الانضباط، والابتسامة في وجه السائح، وتقنيات تقديم الطاولة، شروط أساسية يشترط في توفرها لدى أي موظف في هذه المؤسسات الفندقية. عندنا هنايا في لي ريستورون الجيري كاين بزاف هاد البروبليم، دونك حنا جينا لهنايا نديرو الفورماسيون هادية باش نديو لي تكنيك بروفيسيونيل غاسترونومي، باش نكونوا شغل حنايا نرحبوا بالكليون، نكونوا معاه الصوره حنا تاعنا، نكونوا لا بروبريتي ليجيان كوربوريل، لا تونو، الهضره، لاكوي، جور دائما ناتيري وحنايا الكليون باش يجي اشاك فوا يعاود يولي عندنا. Comment on a dressé la table, la façon de servir les clients, être aimable avec eux, les accueillir, voilà, pour que les clients se sentent en sécurité chez nous, qu'ils aient envie de revenir. Et d'un autre côté, on va faire marcher, on va dire, l'économie de notre pays. ونحن على أبواب موسم الاستياف، وجب إلاء أهمية قصوى لتكوين موظفي الفنادق، لأنهم واجهة السياحة الجزائرية قبل كل شيء.